محمد دولي بيقول كابتن اسلام صباح الفل، دي رساله خاصه لملوك افريقيا، عايزين كاس العالم. موضوع كاس العالم ده هيبقى صعب، هينتشر الفتره الجايه يعني. ما اصل خلي بالك انت، اتفضل يا كابتن. هو ده حاجه كويسه لما انت بتبقى بتفكر في حاجه او بالظبط حاجه هي ما حصلتش في النادي، فانت بتبقى عايز تعملها، فليه لا. فعلا يمكن احنا في البطوله الاخيره دي كنا ماشيين كويس جدا، يمكن البايرن لو كان قابلنا في النهايه كانت ممكن الظروف تبقى مختلفه شويه، توصل النهايه دي برده حاجه كويسه. ان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله نقدر ان احنا نوصل النهائي، وماتش النهائي ده لا بتاع ربنا بالظبط، حتى لو بتلعب فرقه كبيره. ما يعني شريف، بمناسبه الكلام اللي كان بيقوله فهمي عن الجيل الاجيال السابقه، يعني لما بتشوف نفسك دلوقتي وناس بتشبهك بعماد متعب واساطير كبيره جدا، بتبقى مبسوط ولا انت عايز تبقى شريف شريف محمد شريف بس؟ لا، لما طبعا بتتشبه بكابتن عماد متعب بيبقى حاجه كويسه ومشرف ليا طبعا ان انا اتشبه بكابتن عماد متعب. بتمنى ان انا ابقى نصه مش زيه. الواحد لسه ما عملش حاجه زي ما قلت لك كابتن اسلام، بتمرن بشتغل بعمل عليا. يمكن انا لسه اول موسم ليا في النادي، هتقارن بيه او هتقارن يعني هبقى اعديه او زيه لما تعمل 5 6 7 سنين زي ما هو ما عمل. شرف بالظبط. الاستمراريه مهمه جدا يا كابتن. ان شاء الله ابقى عند حسن ظن الناس وابقى زي كابتن عماد ان شاء الله. بعلاقتك ايه بمروان وبواليا وباجاي، الناس اللي بتلعب في المركز اللي انت بتلعب فيه؟ لانه برضو في فتره من الفترات وكويس ان احنا بنحتفل وانتم معانا فنسال كل الاسئله اللي الناس بتتكلم فيها. كان في فتره من الفترات اتقال ان كذا وكذا، علاقتك ايه بمروان وبواليا وبقيه المجموعه بس رؤوس حربه تحديدا؟ يعني يمكن الجيل اللي موجود في النادي دلوقتي كل اللعيبه اللي موجوده فيه لعيبه محترمه ولعيبه كويسه جدا ونضاف جدا من جوه. فمروان على المستوى الشخصي اصلا من عندنا من مصر القديمه برده، فانا مروان بحبه مانية. جدا بالظبط. وبواليا كابتن سامي، يمكن كابتن سامي حكى لي موقف لبواليا، بيقول لي راح يعني بواليا كلم كابتن سامي في مره بيقول له انا مبسوط جدا ان شريف بدا يلعب بدماغه. فدي حاجه تبسطك ان هو بيتكلم عليك من وراك مع كابتن سامي اللي هو مبسوط لي يعني، فاهم؟ مش بيجي مثلا يقول لك انا مبسوط لك في وشك وهو ممكن من وراك لا. فدي حاجه برده بسطتني. يمكن هو بواليا ممكن ما اعرفش الكلام ده، كابتن سامي جه قال لي الواد ده نظيف ولعب وكويس وحكى لي كذا 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 كذا. فده بيبين لك يا كابتن ان اللعيبه اللي موجوده في النادي قد ايه هي لعيبه بتحب بعضها ومحترمين جدا. ويمكن ده ممكن يا كابتن، ممكن ده سر اللي الفوز بالظبط، الفوز بالبطولات اللي انت الدنيا سالكه والنوايا خير للكل يعني.